سخانة بجد، يعني بيقولوا تشوي أو تغلي زي ما بقول لك هالنادي، يعني تغلي البن عديل، يعني مبالغ عديل بجد في سخانة. نحن ما قادرين نعمل أي حاجة، المحاضرات في تعب، الناس ما قادرة تستوعب، ما بقدر زلمة بقدر يزاول فيه أي نشاطات خلال اليوم، يعني كم الأفضل يكون في إجازة صيفية. السخانة زي ما عارف السخانة زي ما بقولوا ألف بسهلتلي السخانة، والله يا أخ لو خفت علينا حبة كده يكون أحسن. فبجد فصل الصيف ده المفروض الناس تقيف فيه عن النشاطات بتاعتها. الحصو شنو؟ اطلع ولا اجي راجع؟ ما بطلع من البيت نهائي. ان الله تسهل لنا بس الجو ده نعيش فيه السخانه دي. حتى الواحد لما يرجع نهايه اليوم البيت في الصيف ما زي لما يرجع في الشتاء، بيكون بس عايز يلقى سرير يرقد ويتخمد ينوم فيه. السخانه شديده بالمناسبه شديد. الناس البر عندهم البر الشديد، ونحن عندنا السخانه دي. نحمد الله على السخانه دي. حالتنا لا حول ولا قوة، بعدين احنا بنستحمل درجة حرارة أكثر من 50% عادي، يعني بنكون ماشيين، درجة حرارة تكون 50 واحنا عادي ماشيين، يعني شعب السوداني يعني. يعني نحن ولفنا عليك يعني على السخانة، وبقينا حاجة واحدة نحن والسخانة. والله يعني الجو هو أنا حسب ما أنا شايفه هو ظريف، يعني ما كعب كونه فيها هواء هابي وكذا. بعدين في وشنا ظاهر يعني السخانة، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. بقول لها شكرا لك ومرحبا بك. مشكلة كبيرة بتواجهنا كشعب السوداني، يعني الناس تصبر وإن شاء الله بنحتسبها في يوم القيامة إن شاء الله. عايشين الحمد لله، وبنتعايش أكثر من كده، لو 60-70 برضو بنصل وتلقى السوداني ماشي عادي يعني. والله السخانة دي شديدة خلاص زبطنا، وناس كلها بتعاني منها يومي، يعني السنة دي بالذات شديدة. كان الحمد لله السخانة ما بتستحمل، زول ما بيقدر يستحملها خالص لغاية الحمد لله. 80% برضو تلقاه ماشي عادي يعني من غير أي، الحمد لله هذه حاجة ربانية بس هذه الحمد لله. والله حقيقة يا أخي السخانة دي متعبة شديد من أجل الناس، والناس دي بتتعب ديما في السخانة، بكون الناس شغالين وجاي رمضان ديما الناس بتكون يعني في ظروف حارة جدا. أتمنى ربنا ده يبين الخريف ده بدري، نعاون في رمضان نتعامل راغي إن شاء الله.